إنجاز مصري جديد يتحدث عنه العالم أجمع بعد فوز مصر بأربعة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021. المشروع الأول: محطة معالجة مياه صرف بحر البقر. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية محطة معالجة مياه صرف بحر البقر، ونفذ المشروع تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويعتبر المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم، وهو المشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة 20 مليار جنيه. المشروع الثاني: مترو الأنفاق الخط الثالث. وتشمل المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 10 محطات بواقع 4 محطات نفقية و6 محطات علوية بطول 11.5 كيلومتر. جاء إجمالي تكلفة الخط الثالث للمترو مبلغ 97 مليار جنيه. المشروع الثالث: مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية. حصد جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المبنى الرئيسي يتكون من 10 قاعات استماع و30 قاعة حزبية و30 لجنة عمومية ومكاتب تسع ل300,000 موظف. مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية به مبان خدمية وجراج يسع إلى 1500 سيارة، مبنى خدمات المجلس من الشهر العقاري والسجل المدني، ومبنى مركز طبي يحتوي على 10 عيادات ومراكز أشعة قلب وتحليل، ومسجد يسع 300 مصلي. المشروع الرابع: طريق الكباش الفرعوني. حدث عالمي جعل أنظار العالم كلها نحو مصر. إثر الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر احتفالاً بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى، طريق الكباش، فهو أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً في الكشف عنها. فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة. استمرت أعمال الحفر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف في عام 2011، وعادت أعمال الحفر والتطوير الخاصة بالطريق في عام 2017، نظراً لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، ما جعل من مدينة الأقصر متحفاً مفتوحاً. تصدر واسم مصر تبهر العالم وموكب المومياوات الملكية منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية تعبيراً عن انبهارهم بالعرض وإجراءات نقل المومياوات. لم يكن حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة حدثاً مرتبطاً بالقيمة التراثية فقط، ولكنه جاء رسالة ذات مردود اقتصادي مهم. قالت الدكتورة سهام في تصريحات لسكاي نيوز عربية إن الدولة ستجني نتائج اقتصادية وسياسية وسياحية منقطعة النظير خلال المدى القريب والمنظور. أضافت أيضاً أن حدث نقل المومياوات الملكية 22 أعطى رسالة إلى العالم أجمع أن الدولة المصرية مستقرة وآمنة وتنهض وتستعيد مجدها وحضارتها.